لاعب هذا بالك ما لعبش معايا ولا اولا وليت فاميليا بزاف اخي ما عندي حتى انتيري معاه، ثانيا طري طري بون جوار، ثالثا لاعبين يلعبوا معاه اللي نحكيك ماشي اليوم بالك اربع سنوات خمس سنوات اللور جامي واحد هضر لي عليه بالشر. واليوم كي واحد يتكلم على حقه يولي ماشي مليح، خاصة إذا كان ابن الفارق. نو نو ابن الفارق وسيتان كابيتان ديكي أيوة. من حقه يهضر على الأموال. سيبري بالك 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 المومو اللي هضروا فيه هذه هي نظن باللي شغل داروا له كما نقولوا حنا حبوا يحصلوا فيه الجريمة اللي ارتكبها هو ما دار والو. واش تقول له أمل؟ نو نقول له اسمع نقول له اليوم راك تلعب في الوفاق سطيف، مام هاد المسيرين وفاق سطيف ماشي ديالهم، انت تاني راك لعاب وراك سلفي كما نقولوا تسلف هذا وانت ابن الفارق. نظن انا يا كون كال ما المسيرين هادو اليوم بالك ما تقدرش تعطاكيهم ولا باسكو راك تمثل اليوم وفاق سطيف، عندك انصار عندك مدينه راهي تضر الفريق ما راحش تضر الاشخاص باسكو هو او كابيتان ديكيب من حقه يهضر. نظن باللي انا لازم تتجاوز هاد الامور هادو ما ولازم تكون فور دو كاركتير. ونظن باللي اليوم هذا اللاعب ما راهوش في عمره 20 سنه بالك او عنده الخبره العام مع لاعبين، وان شاء الله نتمنى له كل التوفيق باسكو اللاعب هذا فري فري خالق ان شاء الله. اكرم جحنيط ان شاء الله تصفى الامور في بيت وفاق سطيف تعود الى مجاريها بين الجميع ان شاء الله. حاجه واحده اذا الاداره دي تشوف باللي المشكله وفيا انا كي نروح انا في الفريق راح تتسقم احوال الفريق ويتنحول المشاكل. انا مستعد من غدوه نريزيلي كونترا بشرط يجيبوا لي المستحقات تاعي، يكونوا قد المسؤوليه ويجيبوا لي المستحقات تاعي.